احنا عندنا مميزاتنا، عندنا نقاط قوه وعندنا نقاط ضعف. طبعا ننميو نقاط الضعف تاعنا ونزيد نحافظوا على نقاط القوه تاعنا. واش اللي جاي يكسر قال المنظومه هذه ما تسواش، قال هذه ما تسواش، قال هذه ما تسواش. اليوم مجهودات كبيره مبذوله، ما ناش ما عندناش المشكل في الجزائر، المشكل في مش الا في القطاع الطبي، كل القطاعات هي الصيانه. اتفق معكم نبنيو مرافق يعني تقام عشرات الملايير، تلقاها 10 سنين بعد 5 سنين من بعد يعني في حاله يرثى لها، ما كانش صيانه.